جاهزين لتجربة مطلقة الـ FC24؟ حلقة اليوم راح تعرفون كل شيء جديد في لعبة العالم EA Sports FC24. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك وخلونا نخش على الحلقة. هل السلسلة صارت جديدة تماماً؟ إيش هي أوضاع اللعب أو اللاعبين اللي موجودين؟ وأهم شيء الإحساس قبل ما تبدأ كل مباراة. يمكن الاسم تغير، لكن السلسلة اللي نعشقها والفريق اللي طورها ما تغير. اللاعبين وتفاصيلهم المتجددة وأسلوب اللعب الواقعي وكل الأوضاع الشهيرة اللي نعرفها. Ultimate Team دائماً معنا، وأيضاً الكارير مود للاعبين والمدربين، وما ننسى وضع الكلوبز والفولتا. الكثير من الدوريات المهمة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، الإيطالي، الألماني، وأبطال أوروبا للرجال والسيدات، بالإضافة إلى دوريين جديدين للسيدات في الدوري الألماني والدوري الإسباني. والتكنولوجيا تطورت بشكل كبير في اللعبة اللي عليها صورة هالاند، 19,000 لاعب و700 نادي و30 دوري و100 ملعب. خلونا نتعرف بشكل أدق على EA Sports FC24. قبل ما نتعرف على هايبر موشن في والبلاي ستايلز والفورس بايت، خلونا نشوف الألتيميت تيم هيروز، وهم 19 بطل جديد. مارفل سوتهم أبطال في الكوميكس، ومن هناك نشوفهم في أرض الملعب في ألتيميت تيم. راح نشوف كل بطل جديد من ألتيميت تيم هيرو هذه السنة على حسب أدائهم على الصعيد المحلي والقاري، وراح تنزل لهم نسخ عادية ونسخ تشامبيونز ليج للرجال والنساء لنحتفل بإنجازاتهم الأوروبية. هايبر موشن في، أكبر خطوة للأمام هي هايبر موشن في، وهو نظام الرسوم اللي عزز جهود السلسلة على البلاي ستيشن 5. كانوا يستخدموا للهايبر موشن اللي يجمع البيانات من اللاعبين اللي يلبسون بدلات المحاكاة، لكن الهايبر موشن في يسجل بيانات الرسوم من المباريات بدون ما يضطر اللاعبين انهم يلبسون هذه البدلة، يعني تحركاتهم تصير أفضل، والأهم نشوف تحركات اللاعبين وهم يلعبون في الحياة الواقعية. سجلوا أكثر من 180 مباراة هذه السنة لتساعدهم في تطوير التحركات والرسوم في اللعبة لتكون واقعية قدر الإمكان. البلاي ستايل والبلاي ستايل بلس، في 34 بلاي ستايل في FC24، وهي مقسمة إلى 6 فئات مختلفة. كل نمط بلاي ستايل يعطي ميزة بلاي ستايل بلس لبعض اللاعبين. نبدأ بفئة التسديد، الباور شوت. تأثير البلاي ستايل يخلي اللاعب ينفذ الباور شوت بشكل أسرع ودقة أكبر، أما بعض اللاعبين عندهم ميزة بلاي ستايل بلس، وهي تخلي تنفيذ الباور شوت أسرع بكثير، والشوتة تكون صاروخية صعب أنها تنصد. الفاولات، البلاي ستايل يساعد في سرعة وانحناء الكورة وخط التسديد يكون أطول، أما البلاي ستايل بلس يرفع من سرعة وانحناء الكورة ونشوف خط مسار أطول للكرة. تسقيط الكورة، تأثير البلاي ستايل تسقيط للكورة أسرع وأكثر دقة، والبلاي ستايل بلس لبعض اللاعبين المعروفين بمهارة التسقيط يعني سرعة في التنفيذ وبدقة استثنائية. الفناس شوت أو تسديدة البراعة، تأثير البلاي ستايل تنفذها بشكل أسرع مع انحناء ودقة أكبر، البلاي ستايل بلس شوتها ممتازة سريعة مع انحناء عالي جدا. الباور هيدر أو الرأسيات القوية، تأثير البلاي ستايل يقوي من تنفيذ الرأسيات بدقة عالية جدا، والبلاي ستايل بلس بعض اللاعبين المعروفين برأسياتهم القوية وأغلبهم مدافعين، رأسياتهم تكون عنيفة ودقيقة. بالنسبة للتمريرات، البينكت باس وهي تمريرات دقيقة وتنحني أكثر وسرعتها عالية، أما البلاي ستايل باصات أسرع وصعب أنك تتوقعها، واللي يستلمها يكون عنده كنترول أفضل على الكرة. التمريرات الحاسمة، البلاي ستايل هذا ينقل الكرة على الأرض بشكل أسرع بدون ما تأثر على اللاعب اللي راح يستلمها، والبلاي ستايل بلس بطبيعة الحال الكرة راح تكون أسرع وأدق، وبرضو اللي يستلمها ما راح يضيعها. التمريرات الطويلة، بلاي ستايل للكرات المرفوعة بدقة كبيرة وسرعة كمان، وصعب انك تعترضها، وتأثير البلاي ستايل بلس كرات بينية مرفوعة بشكل كبير وسريعة جدا، أغلبهم لاعبين وسط اللي يتمتعون بهذه المهارة. التيكي تاكا، بلاي ستايل يخلي التمريرات الأرضية دقيقة، وحتى يتم استخدام الكعب عشان تطلع باص أسرع، ونشوف تمريرات أرضية قصيرة ودقيقة. تأثير البلاي ستايل بلس كل اللي قلته للبلاي ستايل، بس تخيل انه نيستا ماسك الكورة. الباصات العرضية، بلاي ستايل ممتاز لأنه يرفع الكورة بشكل دقيق وسريع ولها منحنى أكثر، وإذا عندك باور هيدر داخل الصندوق فالهدف محقق. تأثير البلاي ستايل بلس، عرضيات ولا أروع، تستمتع بسرعتها ودقتها وتكون عالية جدا. ننتقل للتحكم في الكورة، اللمسة الأولى وهي بلاي ستايل مهم، يخلي الاستلام سريع وتقدر تراوغ بعد ما تستلم بشكل أسرع، وكمان تحضن عكورتك بشكل أسرع. البلاي ستايل بلس
تعرفون اللاعب اللي يستلم الكورة ويعديك وانت بعدك ما ضغط أي زر؟ أغلبهم وسط أو مهاجمين. الأسلوب المهاري، بلاي ستايل يخلي الباصات والتسديدات مهارية ولها دقة كبيرة، وأحياناً يطربك اللاعب بمهارة من عنده. البلاي ستايل بلس نفس أسلوب اللعب، ولكن بعض اللاعبين يكون مهاريين أكثر عن غيرهم بالحركات. التحضين للكرة، البلاي ستايل يحافظ على التحكم في الكرة لما يركض ويحمي الكرة بشكل أكثر فاعلية ضد الخصوم الأقوياء، والبلاي ستايل بلس زيادة في كل هذه الميزات مع اللاعبين المعروفين بالتحضين. السرعة، بلاي ستايل معروف لبعض اللاعبين المعروفين بسرعتهم والمراوغات، ويستفيدون من هذه الميزة لما يدفوا الكرة وينطلقوا. بالنسبة للبلاي ستايل بلس تكون نسبة خسارة الكرة أقل بكثير والانطلاقات أسرع. الفنيات، لتأثير البلاي ستايل يوصل إلى سرعة أعلى عند الانطلاقات، والتحكم يكون أعلى في الكورة، وأيضا الالتفاف يكون مرن وفيه دقة عالية جدا. تأثير البلاي ستايل بلس يوصل اللاعب لسرعة أعلى، والتحكم يكون جدا عالي أثناء الانطلاقات والالتفاف. المهاري، بلاي ستايل يخليك تسوي مهارات فريدة صعب أحد غيرك يسويها، والبلاي ستايل بلس مهارات مختصة ما حد غيرك يسويها، وغير مرونة اللاعب وسهولة تنفيذ للحركات وتحكمه في الكرة. ننتقل للدفاع، صد الكرات أو البلوكس. تأثير البلاي ستايل هذا يخلي وصول أعلى للكرة لما يسدد المهاجم، وتحسن من قدرتك على أداء تصديات ناجحة. أما للبلاي ستايل بلس بطبيعة الحال يكون وصولك للكرة أعلى وفرص التسديد أكبر بكثير. براوزر أو نقدر نسميها الملاكم، بلاي ستايل فيه قوة كبيرة عند التدخلات البدنية، والبلاي ستايل بلس ودع إذا أخذ كتف من لاعب عنده هذه المهارة. الاعتراضات، بلاي ستايل يوصلك للكرة وتعترض الباصات بشكل أفضل، والبلاي ستايل بلس وصول أكبر للكرة وفرص عالية للاحتفاظ بالكرة عند الاعتراض. التحضين، تأثير البلاي ستايل هذا يزيد السرعة القصوى أثناء الجري والمحاصرة، وتتنقل بسرعة جدا بين المحاصرة والجري، والبلاي ستايل بلس يسرع أكثر من الانتقال بين المحاصرة والجري. السايد تاكل أو الانبراش، بلاي ستايل ممتع يخليك تدخل على الكورة وتشيلها وتوقف عليها بسرعة، وتأثير البلاي ستايل بلس يرفع بشكل كبير المساحة اللي تنبرش فيها، ويعطيك تحكم على الكرة مباشرة بعد ما توقف. التوقع، بلاي ستايل يحسن من فرص نجاحك في التصدي عند الوقوف كمدافع، يعطيك القدرة على إيقاف الكرة مباشرة عند القدمين لما تتدخل على المهاجم. تأثير البلاي ستايل بلس، تحسن كبير في التصدي أثناء الوقوف، وقدرة عالية على إيقاف الكرة مباشرة عند القدمين لما تتدخل على أي مهاجم. بالنسبة للقوة البدنية، نشوف القدرة البهلوانية، وهي بلاي ستايل يحسن من دقة الكرات الهوائية وتسوي حركات بهلوانية قوية. البلاي ستايل بلس زيادة كبيرة في دقة الكرات الهوائية وتسوي دبل كيك أو مقصيات رهيبة. الهوائي، بلاي ستايل يحسن من القفز وفترة الطيران. البلاي ستايل بلس قفزات عالية وتطير في الجو لفترة أطول، ومعروف جدا من عنده هذه المهارة، ما يحتاج أقول لكم. تريفيلا، وهو بلاي ستايل يخلي تمريرات وتسديدات بخارج القدم وتكون دقيقة جدا، وتأثير البلاي ستايل بلس كل التمريرات وتسديدات بخارج القدم وقفة اللاعب تكون ممتازة، ليقلل من الخطأ في التمرير والتسديد. ريلنتلس، أو نقدر نقول ما يستسلم، تأثير بلاي ستايل يقلل من التعب في المباريات ويزيد نشاطك بعد استراحة الشوط الأول. البلاي ستايل بلس يقلل بشكل كبير من تأثير التعب، ونشوف ردود فعل اللاعب، وكمان أسلوب الدفاع ممتازة، ونشوف بعض اللاعبين يدخلون الشوط الثاني كأنهم بادين المباراة. خطوات سريعة، تأثير البلاي ستايل التسارع في الانطلاقات يكون سريع جدا، والبلاي ستايل بلس التسارع يكون متفجر لبعض اللاعبين المعروفين بانطلاقاتهم السريعة. الرميات الطويلة، تأثير البلاي ستايل ينفذ رميات تماس بقوة أكبر لزيادة المسافة، والبلاي ستايل بلس ينفذ رميات تماس بقوة أكبر لتغطية أقصى مسافة. نجي لحارس المرمى، رميات بعيدة، بلاي ستايل يخلي حارس المرمى يوصل الكرة أبعد مسافة بيده مع اقتراب نهاية المباراة، والبلاي ستايل بلس لما تتحكم بالحارس تشوف فرق كبير في الكنترول ورمي الكرة مع اقتراب نهاية المباراة. فوتورك، بلاي ستايل رهيب لما تتحكم بالحارس، عنده ردود فعل سريعة وحتى انطلاقاته سريعة في مواقف الواحد ضد واحد، وتأثير البلاي ستايل بلس حارس المرمى واثق ويقدر ينطلق ويتحكم في الكرة بشكل كبير في مواقف الواحد ضد واحد. كروس كليمر، بلاي ستايل للحارس يخلي ردود فعله ممتازة عند الكرات الثابتة، تأثير البلاي ستايل بلس صعب انك تجيب اقوال على اي حارس عنده هذه المهارة من الكرات الثابتة. الاندفاع،
بلاي ستايل مهم لما تخرج الحارس على مهاجم منفرد وتكون سرعته عالية. والبلاي ستايل بلس انطلاقات مخيفة لحارس المرمى وممكن جدا انه ينقذك في الانفرادات. نشوف ثورة محرك الفروست بايت. محرك الفروست بايت المحسن يقدم لعبة العالم بتفاصيل دقيقة جدا، يعني مستوى جديد لمتعة كل مباراة. في تقنية جديدة اسمها سيبين تغير الطريقة اللي يظهر فيها اللاعبين وكيف يتحركون، ويأخذون هذه المعلومات من لاعبين حقيقيين لتكون أكثر دقة بعشر مرات من أصغر التفاصيل. أحدث إصدار من محرك فروست بايت يتعامل بدقة مع ردود أفعال كل شخصية وحركة الأجسام والإضاءة كمان. يشتغل المطورين على كل التفاصيل ليخلوا اللعبة واقعية قدر الإمكان، مثلا تموج ملابس اللاعبين بطرق واقعية. محرك فروست بايت يطبق تقنية الهايبر موشن في لأنه يعطينا كرة قدم حقيقية إلى عالم FC24، وهذا كله من خلال 180 مباراة من الدرجة الأولى. يخلي اللعبة تجمع بيانات من الملعب مباشرة، وهذا يعطينا حركة أكثر واقعية في اللعبة اللي فورياً تجينا من الحياة الواقعية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. اكتبوا لي تحت في التعليقات وشو أكثر طور متحمسين له في FC24، ولا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.